واللي ضيع الازهر، اللي ضيع فلسطين والضفة الغربية في 6 ساعات، زعيم قد الدنيا محدش قادر يتكلم عنه. امم تعبد الاصنام، الاصنام هبل مات وخلص، لكن في اصنام موجودة الان تعبد وقد قتلت الشعوب، وهي ما تكون ولا عليكم واثر، لكن هي دايما الحكومات صورة للشعوب، صورة للشعوب. اتتصور ان يحصل انقلاب عسكري في انجلترا ويطلع لي ضابط لا خبرة له في شيء يقول لك انا الحاكم بامري في البلد ده؟ ما اذا وجد، اذا اتغدى ما يتعشاش، لازم يقتل في يومها. انجلترا او فرنسا او ايطاليا لا تسمح بهذا ابدا ابدا، لكن في العالم العربي يسمح بهذا. والشعوب هاي خدوا بالكم، لا تزال امور كثيره في ايدينا ممكن نستعيد بها قوانا ونملك بها انفسنا ونصحح بها احوالنا ونعيد تكوين شخصيتنا الاسلاميه كما كانت. في ايدينا لسه، ده التحدي الارضي. اما التحدي السماوي انا مش راجل درويش، انما انا شايف المياه نفسها الان. الامم الاسلامية احنا خايفين على النيل الان من تآمر اسرائيل مع الحبشة، والحبشة لا تزال مع انها شيوعية لا تزال الامة الصليبية. وبعدين حاجة تانية، الفرات المعركة تبدأ بين الاسلاميين عليه او بين المسلمين عليه فرات. انا خايف حتى المية تغيض عندنا ليه؟ ما لازم الامة الجماهير تؤدب. ما دمنا مش عاوزين نرجع الى الله بالكلمة سنرجع اليه بالعصا. وبعدين لازم نعرف اننا اذا لم نتحرك الان طوعا ستقودنا عصي تلهب ظهورنا، لكن من الارض ومن السماء. ومن الخير ان احنا نعرف من الان كيف نتحرك. ووالله اسمع دعاة اسأل الله ان يخلص ألسنتهم، لانهم فضيحة للاسلام. عندنا ازمة في الفقهاء الذين يشرعون، عندنا ازمة في رجال التربية، هي ازمة كبيرة. غياب الازهر ده كان مصيبة هائلة، كان مصيبة هائلة غياب الازهر. كيف نعيده تاني؟ جم اخواننا في السعودية حبوا يعيدوا، جابوا شوية الغلاه بتوع الوهابيين او بتوع الحنبلة، لا يصلحون لشيء، لا يصلحون لشيء، لان دول جماعة عقولهم قد كده، تعبانين عقليا، تعبانين عقليا، وفكرهم الاسلامي محدود، فما يصلحوش.